السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم رح نعمل وصفة تشيكن برجر لانه انطلبت مني. رح نعملها بنفس الطريقة ولكن تتبيلتها رح تكون خاصة وعن جد رح تكون مميزة، لازم تجربوها ولازم تتابعوها معي. ولكن بداية خلينا نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وادقلكم انه المقادير على يوتيوب اسفل الفيديو. عندي هون خلاط كهربائي بدي اوضع بقلبه صدورة الدجاج المغسلة بشكل جيد ومقطعة، وعندي ايضا افخاد الدجاج منشال منها الجلد ومقطعة ايضا. هلا بدي اضيف الزيت ليساعدني على الطحن ويعطي رطوبة لهيدي الخلطة، وشوية خل ابيض، وعندي البصل بدي اطحنه معه لانه ما بدي اياه يظهر حجمه كبير وقت الخلط. هلا بدي اطحن هيدي المكونات بشكل جيد، ولكن انتبه لشغلة انه ما لازم اطحنها زيادة، يعني لازم تكون بهيدا الشكل، ما لازم تكون مطحونة فوق العادة بحيث ما تكون تصير مثل العجين. هلأ مثل ما بتشوفوا وضعتهم بوعاء وبدي ارجع تبلهم. عندي زلال بيض اللي هو بيساعدني على تماسك هيدي الخلطة وبيعطيها ارتفاع، وعندي صلصة الصويا لحضيفة كمان، وعندي شوية خردل، عندي هون جبنة تشادر اللي بدها تعطيها نكهة ورطوبة، طبعا تشادر مش للدوب ولكن لتعطي نكهة، عندي فتات الخبز او البكسمات المطحون، وعندي ايضا هون زنجبيل بودرة. بدي ارجع ضيف فوقه البابريكا الفليفلة المطحونة المجففة، وايضا بدي ارجع ضيف شوية فلفل ابيض، برجع كمان بضيف حر او فلفل احمر مجفف وتوم بودرة، وبدي ملحها. المقادير مثل ما قلنا رح تكون اسفل الفيديو. بدي ادعكها سهلة الدعك، في ادعكها بالملعقة او باليد حسب الرغبة. شوفوا عندي كيف صارت، هلأ صارت جاهزة عندي وضعها بالبراد. بهيدي القناة دايما في تجديد، دايما في اشياء مميزة، دايما في اشياء مبتكرة، لذلك بتشوفوا دايما وصفات مثلا مثل تشيكن برجر حطينا بقلبها تشيدر تشيز، ما بنعمل شيء قديم وبنضلنا عليه، دايما في تطور. هيدي الوصفة بتقعد بالفريزر لمدة شهرين مثل ما حفظناها، وبالبراد مش اكثر من يومين فقط. من بعد ما وضعتها بالبراد لجمدة عندي تقريبا وضعتها شي 20 دقيقة، بدي برمها بايدي وعم استعمل هون غطيان بلاستيك لاعطي هيدا الشكل السهل عندي والمنزلي للبرجر. بحط تحته ورق نايلون وبحط البرجر وبرجع بغلق بالغطاء الثاني او بسكره، بضغط عليه بتصير عندي جاهزة، وفي استعمل ورق زبدة مكان النايلون. هلا صارت عندي جاهزة. الطريقة الثانية عندي ورق نايلون وبحط عليها مقطع ستانلس او بلاستيك، كمان بوزعها او بضغط عليها بشكل متساوي لتصير تقريبا نفس الحجم من كل الجهات، وبرفع عنا هذا المقطع. اذا بدي اسهل ارفع المقطع بدهنه بشوية زيت فبقدر ارفعه بشكل اسهل. هلا صارت عندي جاهزة. شوفوا عندي هيدي البرجر رائعة جدا شهية. مثل العادة بنغسل ايدينا بالصابون قبل وبعد استعمال الدجاج ولوحة التقطيع والمعدات اللي استعملناها للدجاج. هلا بوعاء بلاستيك بحطهم بقلبه وبغطيهم بشقفة نايلون صغيرة لأمنع أو حد من تسرب الهواء، وبغطيهم بحطهم بالفريزر. هلا لأشويها عندي مقلاة بضيف عليها شوية زيت أو بدهنها بالزيت على حرارة متوسطة، بحط هيدي البرجر وبشويها على كل جهة تقريبا 3 دقائق، يعني اول 3 دقائق برجع بقلبها بحطها 3 دقائق تانية بتكون عندي مستوية وجاهزة، وفيه اقلبها ارجع بعدين بشكل وارب لاعطيها شكل مربعات حلو كتير بهيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا. سبق وعملنا وصفة برجر اللحم، رح تلاقوها رح تبين عندكم هلا على الشاشة، وايضا رح تكون مع المقادير رابطها اسفل الفيديو، كمان وصفة كتير مهمة، ورح يكون ايضا وصفة خبز البرجر كمان اسفل الفيديو مع المقادير بتشوفوها وبتجربوها. هيدي الوصفة رائعة، شوفوا ما احلاها، شوفوا عندي قديش هي عن جد رطبة من الداخل لانه استعملنا زيت وافخاد الدجاج وشهية. رائعة. الطعمات اللي انوضعوا فيها عن جد متزنين،
اعطوها نكهة، اعطوها روعة. البيض فيكم تستعملوه فيكم ما تستعملوه، ولكن هو البيض مادة رافخة يعني بخليها تحافظ على حجمها بيعطيها شكل حلو، وهذا خيار لكم عن جد شي رائع. استعملنا فيها أفخار الدجاج، أعطوها دسامة وما خلوها تكون ناشفة. مشاهدين الأعزاء عن جد ما تتخيلوا قديش هيدي روعة. عن جد شي طيب لازم تجربوها. بدي لكم انه اسفل الفيديو ايضا في وصفة البرجر، ورح تبين عندكم على الشاشة برجر اللحم. بتمنى انكم تجربوها. بدي لكم كمان الى اللقاء الى حلقة مقبلة.